بارزتين وسوليد. عندك العشاب ثاني تسوليد تسيل سمكة تسيبها واقفة حتى الألوان تاعها، حتى الألوان. وشوفوا الغناصيق هنايا، هايليك كي شوفوها هنايا شوفوا باللي أنها خالية من الجراثيم، يعني هذا منتوج 100% صحي. وقادرين نحكموا فينا فاسو بالسلامة. بالسلامة بالضبط. هذا عنده مدة يعني المدة تقدر يوصل إلى أكثر من 10 أيام، نحافظوا عليه في مكان يعني بارد. عدد الحد نقدروا نحافظوا عليه. ألو السمكة باش نحافظوا عليها أكثر من الوقت لازم نحيو لها الأحشاء ديالها. هذه نقدروا dans le système de transformation un produit plus de 5 kg il faut le vider. Un produit plus de 5 kg il faut le vider. On ne peut pas le laisser avec ces trucs dedans. C'est-à-dire il faut le vider comme ça. Il peut tenir pendant une longue durée ou un moitié sur le pêche du jour. Moitié glace, moitié poisson, sans rayon de soleil, sans chaleur, il tient un produit 15 jours poisson frit. السلام عليكم. هنتور عبد الرحمن، مدير مناقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وضبط السوق. هذه أول عملية تصدير لمنتجات صيدية بالمياه العذبة يعني في السدود نحو دولة إفريقية، دولة بوركينا فاسو. ما يخفناش أنه في الجزائر فيه العشرات من السدود المستزرعة، يعني 70 سد يحتوي على أسماك متنوعة. الوزارة كانت أطلقت برنامج استزراع يعني السدود منذ سنة 2006. مؤخرا أيضا شهدنا خلال شهر جوان من سنة 2024 عملية استزراع جديدة مست 5 سدود على المستوى الوطني. 1,200,000 من صغار الأسماك تم استزراعها بهذه السدود، والعملية متواصلة إلى غاية يعني استكمال استزراع جميع السدود عبر الوطن. هذه كما قلنا أول عملية تصدير لنوع من أنواع الأسماك التي يتم اصطيادها بالسدود، نوع الشبوط لاكارت اللي يدخل للسوق يعني راهو عنده طلب على مستوى السوق المحلي، لكن هذا يعني ما يمنعناش انه نقوموا بعمليات تصدير الى دول افريقيه. فيه طلب على مستوى السوق الافريقيه، راح تشجع هذه العمليه، تشجع الاستثمار، تشجع يعني ايضا الصيد القاري على مستوى السدود. الوجهه الاولى لعمليه التصدير هي دوله بوركينا فاسو. متعامل جزائري عنده اتصالات من طرف يعني متعاملين من دول افريقيه اخرى. الكميه التي تم تصديرها ويتم تصديرها اليوم يعني هي كميه 600 كيلوغرام. الكميه بحد ذاتها يعني الاهميه تاع العمليه انه نربط خط التجاري مع البلدان الافريقيه، خصوصا ان الجزائر انخرطت في منطقه التبادل التجاري الحر، المنطقه الافريقي يعني لازدكاف، والقطاع يعني عنده امكانات في هذا المجال، يعني امكانات من حيث الاسماك، المياه العذبه. احنا العمل اللي نقوم به عمل مرافقه هذا المتعامل ومتعاملين جزائريين اخرين اللي يرغبوا في يعني القيام بعمليه تصدير. يعني المرافقه تكون او كانت عبر يعني تسهيل الحصول على التراخيص الصحيه. اليوم نشاهدوا سمك يعني النوعيه تحدى السمك يعني نوعيه جيده. عمليه التوظيف ايضا راهي نشوفوا فيها في النورم يعني حسب المعايير السلامه الصحيه. ان شاء الله العمليه هذه ستتليها عمليات يعني تصدير اخرى نحو وجهات افريقيه اخرى. دزاير توب اول قناه الكترونيه في الجزائر.